أولا وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لجميع أبناء العشيرة التوحيدية أينما كانوا وحيث وجدوا، ولكل من يشاهدنا ويحتفل بهذا. فنتمنى لجميع أبناء العشيرة ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. إن معنى عيد الأضحى المبارك هو التضحية والعطاء والوفاء والإخلاص والمحبة والمودة لجميع أبناء البشر. ولكن لنا أخوة يمرون الآن في محن، نتمنى من الباري تعالى أن تزول عنهم جميع الغيوم السوداء، عسى أن نلقاهم ثانية في السنة القادمة في هذا المعام عليه السلام، أو في معام سيدنا شعيب عليه السلام، وفي كل مكان آخر. وخير الكلام ما حل ودل. وفي الختام وبهذه المناسبة نرفع تحياتنا أيضا إلى صاحب الفضيلة الشيخ أبو حسن موفق طريف بمناسبة استلامه منصب رئاسة محكمة الاستئناف الدينية الدرزية بعد انتظار دام سنوات عديدة. شكرا لكم، وعلى أمل اللقاء دائما في المناسبات السعيدة، وكل عام وأنتم بخير.